العطلة في هذه الأمسية الجميلة مع انطلاقات سن الإذاع وشعارات هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق شوطنا التاسع، نسير مع هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام الذي يحمل لنا في طيات الإذاع الأبكار. مسافتنا هي 6 كيلومترات، نسير مع هذه الشعارات الكبيرة والأسماء الحاضرة والمنطلقة في مساري وتحدياتي هذا الشوط مباشرة مع البداية. أول الأسماء المندفعة هنا مع صدارة الشوط مع المركز الأول، مزاحة بشعار هجن الشحانية، يضمر مزاحة المشاغب محمد بن خالد العطية مع صدارة الشوط والمركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من الزبارة لهجن أم الزبار فارامبر محمد بن قريع، هنا من يتابع الزبارة الصامل مع المركز الثاني. ثالث المراكز الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الجساسية لهجن الشحانية، يضمرها البرنس جار الله بن عقيل، من يتابع لنا انطلاقة الجساسية في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. المركز الرابع وصول وتقدم من سدرة لهجن المرقاب، يضمر سدرة، هنا أيضا المبدع حمد بن علي بن حلفان، من يتابع لنا سدرة مع المركز الرابع والمركز الخامس الوصول من أمجاد لهجن الغرافة، يضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يتابع لنا انطلاقة أيضا هنا مشاهدين الكرام أمجاد مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في مسار وتحديات هذا الشوط. نداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن لنا عودة مع البداية، نعود مع صدارة الشوط، هناك القيادة مع مزاحة هي القائدة لهذا المسار، القائدة لهذه الأسماء، هنا مع البداية مع المركز الأول وصدارة الشوط من خلال حضورها المميز والجميل بشعار هجن الشحانية، يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن شوف التسلل من الجانب الآخر اللي تسللت في هذا الانطلاق الجساسية لهجن الشحانية، يضمرها البرنس جار الله بن عقيل، من يتابع لنا انطلاقة الجساسية في هذا المسار المميز والجميل، بينما المركز الثالث الوصول من الزبارة لهجن أم الزبارة فاران بن محمد بن قريع، من يقدم لنا الزبارة مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا سدرة بشعار هجن المرقاب، تتقدم أيضا بحضورها المميز والكبير، أيضا أحد الأسماء اللامعة، يضمرها المبدع حمد بن علي بن حلفان، من يتابع لنا سدرة. ولكن تدخل أمجاد لهجن الغرافة، يضمنها المدهي سالم بن عامر المدهوشي، من يقدم لنا أمجاد، غيرت من المركز الخامس إلى الرابع إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. نتابع أيضا الوصول مع خامس المراكز، هنا من تصلت بات لهجن الشحانية، يضمنها محمد بن خالد العطية، من يتابع لنا إثبات بتحدياتها الرائعة والجميلة. هكذا هي الأسماء، هكذا هي الخمسة النجوم الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا متابعين الكرام، كما تتابعون أيضا عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع السباق المحلي الثامن في أيضا يوم ختام الفترة الأولى من هذا المحلي مع انطلاقات سن الإذاع في هذا المساء، سن الإبداع والإمتاع. الله يا سلام، شوف هذه الأسماء، شوف هذه التحديات المميزة الذي يحملها لنا أيضا هذا الشوط من خلال تواجد هذه الأسماء وتواجد هذه المؤسسات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مساري وتحديات هذا الشوط. نعود مع البداية مع اللي غيرت هنا مع الصدارة، الزبارة لهجن أم الزبار فاران بن محمد بن قريع الصامل، من يقدم لنا الزبارة مع البداية مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع أمجاد الغرافة تتقدم مع ثاني التحديات، يضمرها المدهي سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من الجانب الآخر الجساسية لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن عقيل، من يتابع لنا الجساسية على الوصول والتقدم أيضا في هذه اللحظات من اللي وصلت هنا مزاحة لهجن الشحانية، يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات اللي قادمة إثبات لهجن الشحانية
الشحانية يضمرها أيضا محمد بن خالد العطية. يا سلام، نشاهد تبديل في المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع أيضا هذا الحضور المميز من هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة والمنطلقة بمسار وتحديات هذا الشوط. نتابع هذه الأسماء، ستة أسماء في موقع واحد، دلالة على قوة المنافسة ما بين هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط. ولكن عودة هناك مع اللي غيرت واستلمت زمام الأمور، إثبات لهجن الشحانية يضمرها هنا أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن الله، شوف اللي غيرت، شوف اللي غيرت في هذه اللحظات وانتقلت مع الصدارة مع المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا وصلت ناصية لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، من قدم لنا ناصية هنا مع البداية مع صدارة هذا الشوط. استلمت زمام الأمور وقادت هذا الشوط هنا من خلال حضورها المميز والجميل. يا سلام، شعار ناصي صاحب الشوط الماضي، تحضر ناصية هنا مشاهدينا متابعين الكرام في هذا الشوط أيضا حاضرة بحضور الكبار، تتقدم بشعار هجر أم الزبار يضمرها الوحش مبارك بن صرير. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من إثبات هجر الشحانية المشاغ محمد بن خالد العطية، يقدم لنا إثبات ويقدم لنا مزاحة مع المركز الثاني والمركز الثالث بإدارة المشاغ محمد بن خالد العطية. المركز الرابع تتقدم هنا سدرة بشعار هجر المرقاب، أيضا أحد النجمات هنا تشارك في هذا الشوط بسجلها الحافل بالإنجازات والانتصارات، يتابعها المفتح حمد بن علي بن حلفان. المركز الرابع الوصول والتقدم هنا، والمركز الخامس اللي قادمه هنا الزبارة هجر أم الزبار فاران بن محمد بن قريع، من يتابع لنا أيضا انطلاقة الزبارة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. بدأنا بالانعطاف إلى أيضا المنافسة الرئيسية إلى خط النهاية مشاهدينا متابعينا الكرام. بوابة الكيلومتر الأخير تستقبل هذه الأسماء، تستقبل هذه الأصائل التي تنطلق في هذا المسار المميز. ولكن القيادة مع ناصية هي القائدة للأسماء، القائدة للتحديات الأولى هنا مع انطلاقة أيضا شعارها المميز شعار هجر أم الزبار مبارك بن صرير، من يتابع ناصية. بينما سدرة مع ثاني التحديات تتقدم بشعار هجر المرقاب حمد بن علي بن حلفان المبدع، من يتابع لنا سدرة المركز الثالث هنا الجساسية بشعار أو هنا إثبات لهجر الشحانية يضمرها المشاغ محمد بن خالد العطية. ولكن اللي وصلت في هذه اللحظة وصلت الجساسية، تحركت الجساسية لهجن الشحانية يضمرها لبرز جار الله برعقيل، والمركز الخامس هنا الوصول من الزبار لهجن أم الزبار فاران بن محمد بن قريع. ولكن شوف هنا، شوف هنا ثلاثية مميزة مع الصدارة ناصية سدرة الجساسية. ولكن الله، غيرت الجساسية مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار المجرونة بشعار هجن الشحانية لمتابعة برنس المضمرين جار الله برعقيل هنا مع البداية عصاها في البطان. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع ايضا هذا الحضور الكبير من شعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، من يتابع ايضا الجساسية مع الصدارة مع المركز الاول. طارت الجساسية مع الامتار الاخيرة، سلام هجن الشحانية، سلام سلام ايضا الجساسية مشكورة لبرنس جار الله بن عقيل، من يقدم لنا الجساسية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلت الزبارة هجن أم الزبار فاران بن محمد بن قريع، على المركز الثالث كان الوصول من سدر الهجر المرقاب يضمر ايضا المبدع حمد بن علي بن حلفان. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت ناصيه لهجر ام الزبار مبارك محمد بن صرير. المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من اثبات لهجر الشحانيه بمتابعه محمد بن خالد العطيه. تابعنا هذا الشوط مشاهدينا الكرام، وكان الحضور المميز والكبير ايضا من الجساسيه. مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا الجساسيه توقيتها زمن 9 دقائق 19 ثانيه 62 جزءا من الثاني. تهاني وناموس لهجن الشحانيه وتهاني لبرنس جار الله بن عقيل. بينما المركز الثاني وصلت الزباره توقيتها زمن 9 دقائق 20 ثانيه 14 جزءا من الثانيه. تهاني وناموس لهجن أم الزبار وتهاني للصامل فاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث وصلت سدره توقيتها الزمن 9 دقائق 20 ثانيه 62 جزءا من الثانيه. تهاني وناموس لهجن المرقاب والتهاني للمبدع حمد بن علي بن حلفان.